افتتحت في بيت ساحور بفلسطين حديقة ومزار القديسة ماري ألفونسين مؤسسة رهبنة الوردية، وقد تم مباركة المزار من قبل غبطة البطريرك السابق ميشيل الصباح وحضور عدد من الفعاليات الدينية والرسمية وحشد كبير من المؤمنين. المزيد في رسالة مندوبتنا في الأراضي المقدسة مارلين الحدوة. بدعوة من الأب عيسى حجازين كاهن رعية العذراء سيدة فاطمة في بيت ساحور، وبحضور غبطة البطريرك السابق ميشيل صباح ولفيف من الكهنة والراهبات والشمامسة وممثلي المؤسسات الرسمية وفعاليات الرعية وأبنائها، تم افتتاح حديقة ومزار القديسة ماري ألفونسين في صرح الرعية. حيث رعى غبطة البطريرك صباح والأم صوفي حطر الرئيسة العامة لرهبانية الوردية المقدسة هذا الاحتفال المميز. تخلل الحفل النشيد الوطني وكلمة الأب حجازين التي رحب فيها بغبطة البطريرك والراهبات وبالحضور وبهذا الإنجاز المميز، كما تخلل الاحتفال فقرة تراتيل ودبكة نالت إعجاب الحضور وكلمة الرئيسة العامة، والتي شكرت الأب حجازين على مبادرته ولفتته المميزة بتكريس الحديقة على اسم القديسة ماري ألفونسين ووضع عائلات الرعية تحت شفاعتها وتدشين مزار القديسة ماري ألفونسين الذي تم مباركته من قبل غبطة البطريرك والكهنة. وجود مزار في فلسطين بالمنطقة هنا هو عبارة عن دعوة للصلاة، دعوة للتعبد لإمنا مريم العذراء، دعوة لأنه نرجع نعطي أهمية لحضور الراهبات في الإرساليات سواء رهبات الوردية أو أي رهبات أخريات، لأنه الظروف كتير صعبة وبدنا صوت أمل ورجاء اللي يحيي هالإيمان ويثبتوا بهالأراضي هاي المقدسة، وما فيش أحسن من وأقوى من إيمان الأم ماري ألفونسين قديستنا اللي عاشت بالأرض هنا على الأرض هنا وأعطت كل حياتها للعمل في الإرساليات. مثل الصبح الوردي بقت حب وصلاة، عمرك قدم تهدي مجد الفادي الإله. أريد أن أردد كلمة قالتها الرئيس العامة، وهي إنه هذه الأجداد يعني الرعاة في الإنجيل هم الأجداد، كانوا أول مبشرين بالمسيح بولادة المسيح، وإن شاء الله اليوم مدينة بيت ساحور تبقى مبشرة بفرح المسيح بسلام المسيح بسلام في كل فلسطين والأراضي المقدسة إن شاء الله بجهود المؤمنين فيها بجهود جميع العاملين للخير فيها. القديسة ماري ألفونسين هي أولى راهبات الوردية في خدمة هذه الرعية وتأسيس رسالة الراهبات التربوية فيها، هي ابنة الأرض المقدسة في الإصغاء لنداء الرب والبحث عن دعوتهم في خدمة الكنيسة بحسب مشيئته. للنورسات مارلين الحدوة من مزار القديسة ماري ألفونسين بيت ساحور.